شروط لا إله إلا الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث: الإخلاص المنافي للكذب. الرابع: الصدق المنافي للكذب. الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. السادس: الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. السابع: القبول المنافي للرد. أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عنه الجنة. وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها من قلبه، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر إليه الله أن يعطيه سؤله. ودليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ودليل الانقياد ما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.